معنويات مرتفعة أدى منتخب مصر ميرانه الأول في ملاوي عصر اليوم بعد وصول بعثة الفراعنة استعدادا لمواجهة منتخب ملاوي يوم الثلاثاء في تمام الثالثة عصر ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة في كوت ديفوار العام القادم. وكان المنتخب الوطني تحت قيادة روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة حقق الفوز يوم الجمعة على حساب منتخب ملاوي ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات بهدفين دون رد سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش، ليصل المنتخب للنقطة السادسة في صدارة المجموعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا. منتخب مصر يمني النفس بإحراز انتصار جديد يؤمن به صدارة المجموعة ويعيد التوازن للفراعنة الباحثين عن استعادة الذات والهيبة في القارة السمراء. تاريخ عظيم لمنتخب مصر في القارة السمراء يدفع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا لبذل المزيد من الجهد لإسعاد الجماهير واستعادة الهيبة الإفريقية.